Bonsoir, comment allez-vous? Avec vous, Madame Rania Hamida. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده مع منهج بيان جوي. بيان جوي بيدرس سنة خمسة ابتدائي سانكيام بريمير. هنتكلم سوا في الوحدة التانية يونيتي دو، كنت شرحت الوحدة الأولى، والنهاردة إن شاء الله هشرح معاكم الوحدة الأولى. وزي ما احنا متعودين من فضلكم سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار على طول اول ما الفيديوهات بتتحمل عندي على القناة، ولايك وشير للفيديو وان شاء الله تستفيدوا مني. هنبدأ سوا نشرح الوحدة التانية. عندي الفوكابيولير، ومعلش لو الكلمات مش واضحة حاول يعني اوضحها اكتر بالنطق. هو بعنوان فو دو فوت، فو دو فوت يعني مجانين الكرة، مجانين كرة الكرة يعني بتتلعب. فو دو فوت، فو دو فوت ده عنوان الوحدة. هنبدأ سوا نتكلم في الفوكابيولير. هقرأ معاكم الفوكابيولير. وعندنا صف كده في نو ماسكولين، كلمات مذكرة، والنون في كلمات فيمينة مؤنثة. وزي ما احنا عارفين ان الاسماء المذكرة بتاخد الارتيكل ان دي ادوات النكرة، والفيمينة بتاخد الارتيكل ان. يبقى النون ماسكولا هيجي قبله كلمة ان كافي، ان كافي. طب لو هي النون فيمينة هتيجي قبلها الارتيكل ان. دي اول حاجة انا حابة اعرفها لكم. هنقرأ بقى الكلمات. كافي، كافي، ريستوران، ريستوران يعني مطعم، ريستوران، باتيسيي، باتيسيي، باتيسيي يعني حلواني، بوشي، بوشي يعني جزار، بولونجي، بولونجي يعني خباز او فران، إبيسيي، إبيسيي بقال، إبيسيي، بيبليوتيكار، بيبليوتيكار يعني أمين مكتبة، شغال في المكتبة، المكتبة دي اللي احنا بنروح نقرأ فيها، في يعني نقعد فيها ونقرأ فيها، بيبليوتيكار، ليبراري، ليبراري يعني بائع الكتب، لو مكتبة فيها كتب بتنباع اللي واقف فيها اسمه ليبراري. جوتي، جوتي دي لو وجبة كده خفيفة أنا بتناولها بين الوجبات بتاعتي اللي هي بيتي ديجيني، بيتي ديجيني، بيتي ديجيني يعني الفطار، ديجيني، ديجيني الغداء، ديني العشاء، بيتي ديجيني، ديجيني وديني. يبقى بينهم أكلت ساندويتش، شربت كوباية عصير، كوباية شاي، كوباية قهوة، الحاجات اللي بينهم دي اسمها جوتي، جوتي. يبقى تاني، ان كافي، ان ريستوران، ان باتيسيي، ان بوشي، ان بولونجي، ان ايبيسيي، ان بيبليوتيكار، ان ليبراري، جوتي، بيتي ديجيني، ديجيني، ديني. طيب عندي نو فيمينا، كلمات مؤنثة، هي كافيتيريا، كافيتيريا، بواسون مشروب، بواسون مشروب اللي انا بشربه، باتيسوري، باتيسوري، باتيسوري يعني محل الحلويات اللي بيشتغل فيه باتيسيو، باتيسيو، باتيسوري، بوشي شغال في بوشوري، محل الجزارة نفسه اسمه بوشوري، بولانجي الخباز شغال فين؟ في البولانجوري، بولانجوري الفرن او المخبز اسمه بولانجوري، ايبيسوري، ايبيسوري يعني البقالة، ايبيسوري، بيبليوتك، بيبليوتك المكتبة القراءة، قلنا المكتبة اللي انا بروح فيها واقعد فيها واستعير كتاب اقرأه وبعدين احطه تاني واروح، ليبراري، ليبراري دي اللي انا بروح اشتري منها الكتب، كوزين، كوزين يعني مطبخ، كوزينيير، كوزينيير يعني بوتاجاز، ريكرياسيون، ريكرياسيون يعني الفسحة، كانتين، كانتين،
يعني الكانتين اللي بيبقى في المدرسة اللي أنا بشتري منه الأكل أو الحلويات أو كده. كافيتيريا، بواسون، باتيسيري، بوشيري، بولانجيري، إبيسيري، بيبليوتيك، بيبليوتيك، ليبريري، كوزين، كوزينيير، ريكرياسيون، كانتين. كانتين دي كده الفوكابيولير الموجودة معايا. هنا بيقول دون لا كوزين إليا، في المطبخ موجود ان ريفريجيراتور، ان ريفريجيراتور، ريفري واحدة واحدة كده، ريفريجيراتور، اسموها مقاطع عشان تعرفوا تقروها. ريفريجيراتور يعني تلاجة. لو باتيسيو في، الحلواني بيعمل ايه؟ لو دوفوار يعني الواجب، ولا لو جاتو، ولا لو فيتمون. لو فيتمون يعني ملبس، زي طبعا بيعمل لو جاتو. لو غارسون سور يعني الغارسون بيخدم مين، او يعني بيقدم الحاجات لمين وبيجيب الطلبات لمين؟ لي كليون. لي كليون يعني الزبائن. Épicieux vend il bibi et du vinaigre. Vinaigre يعني خل. Du vinaigre des fruits يعني فاكهة. Des affaires دي يعني مشتريات. Et de la boucherie on achète. من محل الجزارة بشتري ايه؟ Delivery يعني كتب. Du beurre يعني زبدة. De la viande يعني لحمة. طبعا هتكون de la viande. طيب هنا جايب لي حاجات اكملها، منين اجيب ايه؟ تمام. دو لا بولانجوري اون اشيت دي، يعني من محل الخباز بولانجوري انا ممكن اشتري ايه؟ ها ممكن اشتري ايه؟ ممكن اشتري تارت. تارت اشتري منه تارت زي كده. واحد خليها نمرو 1. دو لا بوشوري من الجزار انا شات دو، اختار ان احنا ممكن نجيب بفتك اللي هو البفتك يعني. دو لا كانتين، كانتين انا شات دو، من الكانتين ممكن ان انا اشتري كوكا اي شوكولا. ممكن كوكا اي شوكولا ممكن. ثلاثة. دو لا ابيسوري انا شات دو، ممكن اشتري ايه من محل البقالة؟ ممكن ان انا اشتري محل البقالة ممكن اشتري منه غي، رز اشتري منه رز غي. طيب دو لا باتيسوري انا اشتري دي، من محل الحلواني ممكن اشتري منه كرواسون. احنا هنخلي ان احنا ممكن نشتري منه تارت، التارت يعني، ونخلي من الخباز اشتري منه كرواسون. انا بس بدلت ان نمرو 1 دو لا بولونجوري اون اشيت دي، اختار دي كرواسون. هي كالتارت تنفع، بس هي يعني المنطقي اكتر ان انا اجيب التارت من محل الحلواني. تمام. وممكن من الحلواني اجيب كرواسون برضو، ما فيهاش مشكله، والاثنين معاهم دي والاثنين هما جمع، فما فيش مشكله خالص ان هم اختار دي او دي، هتكون صح. طيب اسوسي او بوتون entendre ces phrases يعني ايه؟ يعني الكلمات دي او الجمل دي ممكن اسمعها فين؟ je voudrais du sel، je voudrais du sel، انا عايز ملح، عايز ملح، ممكن اسمعها فين الملح دي؟ à la pâtisserie، ولا à la bibliothèque، ولا à la librairie، à l'hôpital، à l'épicerie. هنا هختارها ممكن عند البقال، اروح اجيب من عنده ملح. طيب كومبيان كوت سو ليفر، سو ليفر انا كده رايح اشتري كتب، رايح اشتري كتب. كومبيان كوت يبقى انا بشتري من لا ليبراري. طيب جو فودري لير سو ليفر، عايز اقرا الكتاب ده، يبقى انا رايح المكان اللي انا هقرا فيه اللي هي بيبليوتيك. جو فودري ان غرو جاتو، عايز غرو جاتو يعني تورتايه كده ضخمه او تورتايه كبيره، فانا هجيب من باتيسوري من الحلواني. او اتيو مال يعني عندك الم فين، دي طبيعي ان هي تكون الوبيتال في المستشفى.
بعد كده الجزء الخاص بالجرامير، وانا عندي فيه لو فوتور بروش. لو فوتور بروش يعني المستقبل القريب، لما انا هقول بكره هعمل كذا، بكره مثلا هسافر، بكره هروح المدرسه، بكره هلعب، بكره مثلا هاكل، او يعني بكره او بعده، يعني زمن المستقبل القريب دي حاجه تحدث يعني في خلال يوم يومين اسبوع بالكتير، دي استخدم فيها لو فوتور بروش. لو فوتور بروش، طب الفوتور بروش ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من تصريف لو فيرب الي، فيرب الي في البريزون اللي هو بيتكتب كده الي، تصريف لو فيرب الي، وبعدين بيجي مع الانفينيتيف من الفيرب يعني الفعل في المصدر. انما الي هنا بيكون معناه سوف، مش بيكون معناه يذهب، مش بيكون معناه يذهب، بيكون معناه سوف. خلاص، طيب انا اعرفه ازاي؟ اعرفه من الكلمات الدالة عليه اللي هي مثلا دوما يعني غدا، او بروشين القادم، تمام؟ يبقى انا اعرفه مثلا دوما، او هو هنا جايب على دوما فقط، فاحنا خلينا ان الكلمة ان انا لما اشوفها دوما احطه في الفيتشر بروش. طيب لازم الاول اعرف فيرب الي ده بيتصرف ازاي. انا عندي الفيرب اسمه الي يعني يذهب، بس احنا اتفقنا ان احنا هنا هيجي معاه الانفينيتيف فبيكون معناه سوف. هنا الي بيكون معناه سوف، ده بيكون فعل مساعد. طيب تصريف فيرب الي مع جو، مع انا، بيكون جو في، تو، فا، il و elle va كده بس، يبقى je vais, tu vas, il va, elle va. طيب nous allons, vous allez، دي هتكون نحن سوف، انتم سوف. طبعا في فيرب بعدها بيجي بعد كده il avec s، vont و elle avec s، vont، تمام. طيب عايز مثال ان انا مثلا بكره هروح المدرسه، انا يبقى je vais، انا ما جبتش لسه فعل يروح او يذهب، لسه انا ما جبتهوش، انا جبت هنا سوف، ما جبتش لسه يذهب. طب يذهب يعني ايه؟ يعني الي، هاخده زي ما هو، الي كل يعني الى المدرسه. طيب انا بكره هاكل مثلا مثلا سمك، او هاكل اي حاجه يعني، جو في، برضو ما جبتش انا ياكل لسه ما جبتوش، وانا سوف مونجي، مونجي يعني ياكل، وبيجي بشكله زي كده، زي من غير يعني مصرف. طب لو قلت انت، تو فا، يبقى انت سوف الي او كلوب، يعني سوف تذهب الى النادي، تمام، سوف تذهب. يبقى انا عندي لو فيرب الي بصرفه او بريزون في المضارع، وبجيب معاه الفيرب الانفينيتيف، وده كله اسمه زمن لو فيتور، لو فيتور بروش يعني زمن المستقبل القريب، لو فيتور بروش. عندي هنا بيقول مامو بريباري لو ريبا، يعني مامتي بتجهز الوجبه، انا عايزه اقول سوف تجهز، هتبقى فا لان هي مامون كانها ال، وال بتيجي معها فا، وانزل الفيرب اللي هو هيديهولي زي ما هو. لي زونفون فون جوي او كلوب، يعني سوف يلعبوا، فون عشان هي ال افيك اس، فون جوي او كلوب يلعبوا في النادي. جو في الي، جو في الي، انا سوف اذهب. فوز الي، فوز الي فينير، يبقى احنا اتفقنا ان احنا الفيرب اللي هو بيجيبهولي ده بحطه زي ما هو، بس فيرب الي هو اللي انا بصرفه مع الضمائر بتاعتي المختلفه. دوما هنحل بقى، دوما بابا هيشتري، فا اشتي، سوف يشتري، فا اشتي. واخد بالي ان انا افرق بينه وبين لو هي جمله في المضارع ما تلخبطش. شاك جور تو وسينما، طيب دي عادة أنا بعملها كل يوم، كل يوم بروح السينما كل يوم، يبقى دي بستخدمها في المضارع، يبقى تو فا، تو فا. دوما،
طالما شفت دومي يبقى انا هختار اللي فيها تصريف فيرب اليه، والفعل في المصدر يبقى فون شوازير. هيختاروا دي نوفو uniforme يعني هيختاروا زي جديد. aujourd'hui يعني اليوم، aujourd'hui c'est la fête، انه يكون بتكون سي كده، سي بيكون شكلها كده سي سي لا فات. طيب علي هدى دوما هيوصلوا بكرة. طب هما الاثنين il avec s كأنها il avec s، وتاخد vont arriver vont arriver عشان هما بلوريال ماسكولين جمع مذكر. طيب je n'ai au restaurant avec mes amis، انا هروح، طالما هما كلهم مستقبل يبقى انا هختار جو اللي يجي مع جو في، جو في في كده، جو في مانجي، جو في